العمليه اللي حنا حاضرين ليها هي عمليه هدم بنايه من البنايات اللي كاينين محاديين للسور، واللي هي اصلا كانت داخله في بروغرام مشروع ديال الحضيره المتجدده اللي كان من المرتقب الهدم ديالها. وبدا كيف تهدمات عده منازل اخرى اللي كانت هنايا، اللي هي العدد ديالها كانت 51 بنايه، واللي بقاو منها دابا ثلاثه البنايات. دونك هذه وحده من جوج ثلاثه البنايات اللي بقاو، على اساس راه غادي نكملوا الهدم من بعد. دونك هنا كنحرروا السور التاريخي ولا مكان السور التاريخي، لان هي اصلا ما كانش سور وتهدم باش تبنات دابا حاليا. هي بنايه قديمه العهد بزاف من السبعينات، ودابا يرجع الوقت لانها خاصها تزول.